حصل هجوم على الأستاذة نجلاء فتحي الفترة اللي فاتت من الصحفية فجر السعيد. فاكرة الهجوم ده كان هجوم قبيح. أيوه. قلت إيه مع نفسك؟ بص، في أوقات حاجات كده بتبقى الواحد بيبقى أكبر من إن إحنا نرغي. ما حصل هجوم على ميرفت أمين على شكلها، شكل ميرفت أمين شكلها، هو في حد في حلاوتها؟ يعني يقصد إيه؟ هتقول إيه؟ هتطلع تقول لهم يا جماعة على فكرة أنا حلوة؟ يعني في حاجات وناس وأسماء أكبر بكتير من إن إحنا ندخل في جدل ونرغي أو نرد حتى أو نتضايق.